السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم متابعين قناة روزلاند، وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين. اول بمناسبة العيد، طبعا احنا في موسم كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده مجموعة من السليبرات تحفة جدا جدا جدا، اشكال كتير جدا، ودي الاشكال اللي نازلة ترند قوي السنة دي. يعني هنتفرج على شكل واسعارهم برضو جميلة جدا جدا جدا. شايفين الاشكال عاملة ازاي؟ هبدأ اوريكم شكل برضو. الالوان برضو كتير، الالوان اللي نازله السنه دي اللي هو الزهري منتشر جدا، والفضي واللي هو الحمصي الذهبي ده، الوان كتير كده نازله منه. وكمان معايا اللي هو المتضفر ده، ده برضو نازل بيبقى شكله حلو جدا في الرجل. طبعا اي حاجه انا بوريها لكم في منها الوان، ده في منه مثلا الضفيره دي دايما اسود، في منه الضفيره دي على كشمير، وفي منه الضفيره تانية على بيج، على كافيه، على احمر، على اسود. كل الالوان موجوده زي ما انتم شايفين كده. شكل الشبشب او السليبر ده طبعا مقاس 37، في منه مقاسات كتير جدا. هو المقاسات بتبتدي من 37 ل 41. شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفه. ده كده شمواه حلو جدا. وكمان معايا منه اللون اللي انا بقول لكم ده، في منه الوان بقى كتير. انا جبت لكم قطعتين بس مقاسين مختلفين، اما في بقى في المحل الوان كتير جدا. برضو في الشكل ده، الشكل اللي هو العربي ده، بصوا عشان يبان اكتر. شايفين اللي فيها اللي هي الكوينات دي، الكوين ده برضو شكله تحفة جدا جدا جدا. سليبر شكله تحفة برضو، شموه من هنا زي ما انتم شايفين. السليبر ده خفيف جدا ومريح جدا في المشي. برضو عندي منه الشفاف ده، شفاف كده وشين زي ما انتم شايفين، شكله تحفة قوي مع اختلاف بقى الالوان. يعني ده في منه كمان الزهري، بصوا عاملين ازاي، تحفة تحفة تحفة، وشكله حلو جدا كمان في اللبس، جميل جدا. عندي برضو تاني الشكل ده، بصوا الشكل ده عامل ازاي. ده في منه برضو الاسود، وموجود منه الفضي اول واحد ده، وكمان موجود منه الذهبي، وشكله عامل ازاي. عندي كمان اللي هو ده، بصوا ده عامل ازاي، ده كحلي كده مع الالوان الالوان التركي دي، الالوان كلها الاصفر والموف والاورنج. بصوا شكله عامل ازاي، بصراحة شكله تحفة جدا. في اللبس كمان بيبان شيك جدا جدا جدا. ده طبعا موجود منه الوان الكحل ده، في منه الوان كتير. يعني بصوا هنا برضو الزهري اهوت، بصوا الزهري، يعني سليبر تحفة جدا. واي سليبر من ده ب 35 جنيه، يعني سعره حلو جدا جدا جدا، وشكله جميل قوي. طبعا مقاسات، فين برضو من الزهري ده الفضي، برضو في الفضي ده، بصوا الفاضي ده عامل ازاي، شكله شيك جدا برضو. في اللبس شكله احلى، بصوا السليبر شكله شيك، بصوا عامل ازاي، بصراحة تحفة جدا، يليق على اي لبس بقى، يمشي خروج، يمشي مصايف، على المايوهات او البوركيني. تحفة جدا. برضو عندي الشكل ده، ده برضو اللون اللي هو الروز او الكشمير مع الاحمر، مع اختلاف بقى الوان كتير. ممكن هنا يبقى روز، ممكن هنا يبقى اسود، ممكن يبقى العكس، هنا احمر وهنا احمر، اختلاف كتير بقى. بصوا سليبر شكله شيك فعلا، شكله حلو قوي. زي ما قلت لكم برضو يمشي خروج، يمشي في البيت، لو انت ممكن تنزلي بيه، ممكن في المصايف على بوركيني او مايوهات الاسلامي. شكلها تحفة جدا جدا. برضو عندي اللي هو ده اللي انا قلت لكم عليه، بصوا الجمال. الشغل الشفافات دي نازله ترند جدا السنه دي، التقفيل بتاعه حلو جدا زي ما انتم شايفين. بصوا طبقتين، مش خياطه كده هي من هنا وخلاص، لا طبقتين. سليبر شكله يعني شيك شيك فعلا. يعني بصوا برضو مقاسات كلها بتبقى من 37 ل 41، مع اختلاف في الموديلات بقى زي ما انتم شايفين، في كم موديل وفي الوان كتير جدا زي ما انتم شايفين كده. وبس كده يا جماعه، دي تكون نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه لو ما اشتركتيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.